فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. صلى الله عليكم. وقوله تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. التبديل يقتضي الانتقال من شيء إلى شيء، فالله بدل قوم سبأ بجنتيهم الطيبتين المثمرتين لما لم يشكروا نعمة الله بجنتين ذواتي أكل خمط، يعني شيء شاق ومتعب، وأثل طرفة ما فيها فائدة، وشيء من سدر قليل. الشيء الطيب قال شيء من سدر قليل، فالطيب ما فيه منه إلا القليل، والكثير متعب ولا فائدة فيه. فهذا بدل هذه الجنة، هاتين الجنتين بدلا من الجنتين الطيبتين. فهذا مثل عيد الكفار وعيد المسلمين، فعيد المسلمين طيب وعيد الكفار سيء، فكيف نرضى بعيد الكفار وهو سيء ونقلنا الله منه لخبثه وشره وننتقل نرجع إليه مرة ثانية؟ هذا من العجب.